السلام عليكم، اسمي عمار ياسر شاووش، تخرجت من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن. من قبل التخرج بدأت فكرة مشروعنا، مشروع كادر السعودية. فكرتنا الرئيسية ببساطة كانت ان احنا نوصل ما بين اصحاب العمل والشباب الباحثين عن الوظائف بدوام جزئي. بدأنا بفريق صغير جدا، امكانياتنا كانت جدا محدودة. واجهتنا الكثير من العقبات، اهمها انه ما كان في وعي عند الشباب انهم يشتغلوا في وظائف جزئية، وكمان ما كان في وعي عند الشركات انهم يوظفوا شباب بدوام جزئي، وغيرها من العقبات اللي ما زادتنا الا اصرارا ان احنا نحقق هدفنا اللي هو نخلق أكبر عدد ممكن من الوظائف الجزئية للشباب. في مارس 2012 كانت النقلة النوعية للكادر السعودية، فمن خلال إحدى جلسات منتدى جدة الاقتصادي قدرنا نحن نقدم عرض عن كادر السعودية وخدماتنا، وكان في شريحة كبيرة جدا من العملاء وكثير منهم اهتم بخدماتنا. بعد ما عرضنا خدماتنا على منصة منتدى جدة الاقتصادي وقعنا عقود مع شركات كبيرة، والأهم من كده إنه جاءت إحدى الشركات الاستثمارية الكبيرة اللي أبدت اهتمامها إن هي تستثمر في كادر السعودية، والحمد لله تمت الصفقة. بعد الصفقة الاستثمارية قدرنا نكبر فريق العمل لكادر السعودية ونزيد الطاقة الاستيعابية للشركة عشان نقدر نخدم عدد أكبر من العملاء ونوسع دائرة الخدمات. غير كادر السعودية في مشاريع كثير ساعدها منتدى جدة الاقتصادي على الانطلاق، سواء كنت مستثمر، صاحب أعمال أو حتى ريادة أعمال في بداية مشوارك، منتدى جدة الاقتصادي حيساعدك على تحقيق أهدافك. نشوفكم هناك بين 18 و 20 مارس.